mindset kan nugu kufulan katan Somalin nahi, wah unalasiya, ama dola tak kento, ama halaga kena dek bihia, wah nugu kufulan, kufkes tahat mereka Allah syakis tahat tadki mutalmin ta, indah erkelo tagaya, wah kor laga kena uban sugina. ودن كان وحلقو بحية بلايين دولار أيام لقو بحية أو دقة لعك تاسنا عشور بحية على جسق هذا أو ده مدرسة سوماليا لعك تلقو بحية أو قالكو بحية سعيد هان وحبر شيء عف ما ذا نكو بحين في جريس خيالي هواي عالم كس كمال اسمين عالم كوحبو سومري دباتوين وسومري دباتوين كسكان تي إني فكران أو سيدي نبكى وقبحي لها يعني أنا قاعد مدان نبكى كتيرنا مركا ولينا وضيع شان لها قاعد راسي كهر ما أركن ولي قف سيدان أوفا كراي وحن نبكى أن كتيرنا سيدان وقبحنا شو أش كود أوليس ويديراي واتاس متى اللبات مايند كان نوقفولن هذا سومالين نهاي ووحن نلاسيا أما دولة كنتو، أما هلاجة كنا دق بحية، وحنوق فلان قف كست هذا مركز الله شكيسة حتى تذكي متعلمين تها إنها عرك لو تاجايا وحكر لجة كنا وبن شوينا وحكر لجة كنا حل من نقدان وفيرسو ودن كان وحلوق بحية بلايين دولار أيام لوق بحية أو دقة لعك تاسنا عشور بحية على جسق هذا وده مدرسة. وإيش بدل أي وطن كانوا كين تملها، because ما تجرو وحلا له ownership، وحن أدي مركز لا يضحى، أو أديك أقول له حج علونش، أو أديك أتسمي سنة إيسا، هي مركز العق دونر بحي أو project السلوك على طورناي، هديبا العق بلايين دولار إنتاس سنة دول بلا ده هاي شو ماله إنتاس هالجو بحي أي وحكي قبل لا يضحى، وحي كتو سيسا إن هين العق تنفتر كذا. لكن ownership كيا مك يا إسكاله وحياله قف بطلقة وحامقا بطلقه سواء هذا الحين هذا حبال بطلقة الآن عيد ها بطلقه يا مك لا والله شو شو بطلقة كان والله كلو كوست مشاريع لكن أرنت وح أباهن تهي بطلقة إذن كذا لينجرة كلية ما أهنس دولار كا سيدا مسج كلو جود بيه إن أتقول بين كرتا مسج كأوت قف كصاحب كأدو قد بين كرتو، إذن كذا لين يرديا، إذن كميديه ميديها وآلت وحنا لود بعتيا وناك بدن الرقصة من كرا، هدات حمبارتان نص دولار كبوح كوين، إن أتفرين تحمبارتان، أو أتبوت لجان نقطان، أو بلشة أتكنا دعسان، كل كأنا كجرنا أنا ما أنت كأكت هذا الكين، لكن وح قد بين كرا فرين تان وإذن ك. إن أقول بسام بلشة الصوماليات أو قفك الصومالي قاعد أنت أسرع إنه بدك كان نقطة أسرع إسكاله وحوح لهو خبرنا إنه ودل كيسة دت كيسة مرت إنه سكأهن إن أتقول كان عسان إذا كو أديك سنة على دميريها وحغيره أديك سنة عدكي إنه مركز وحجار كره ملايين تا أو كو كان عيسى إنه إسديوان جلسه تحسنا وإذا كعشرة هنا كجا قيب قاتل نص دولار ككلية معها وجود بنت فرنت أصفي عن لو جود بي هذا أصلا نقطة مركّن أرنتي صدقة جارية أرتا دين تين الإسلام كأنا جو حن كجا دوّنا هاي دت ككلا دت يوغاس واحد دين أيوة آمن سنين بيقو استعين دت كود سري حاجة بدل العين أيوة أجرنا أنشوجين أنا جو أجر شقي سنين أو وحن أني سنين إلهي درتيس بان هدنا ودن كاني وحن قبلينا تين نبضان وحد رلتين سومالي عن دولة كجرين أما وحن حتى ميدنا سواركن مرك وحن إن أتكب حضان أو ضد كأساجي نوكلا أدل من نقطان لعك دونر أو كان يشق دولة دلك قالي لقوم هلاي أرنتان إن لو استعج أو بطلقة الله نقول هرتوا على نمبر ون. مدان صدق جاري أنا وحنكو أركي إنجليز كإيمالي أنجوي حتى مساجد هذا وقف ليه لعكت لعك مركل كان هري كرماني لكن واحد أركي سامساجد ك لعكت لا أروي ولو شقيا
guriyaha lagu gadaa guriyahaas la kireeyaa yaani wixii waa wax soconay markaas moqta marka mashruuc soconay waa muhiim lacag qof la sii biil hal maalin uu cunayaa sadaqa jaariyada soomaali sadaqa way jeceshaa oo waad aragteen marka dhibaatooyinka dhacaan oo culimada tiibiyada soo fadhiistaan lacag badanaa lala baxaa laakiin lacagtaas waa wax hal mar inta la bixiyo la qaado loo qaqaybinayo dad masaakiina ma aha wax soconaysa oo leh maaha wax joogta ah ma aha oo dadkii ummaddii soomaaliyeed waa ummad sadaqada jecel oo la baxda weliba waalidka marka la dhaho waalidka ani hadda ilaahay u naxariisto waalidiintay aabbahay iyo hooyaday ilaahay jannadii ha ka waraabiyay labadaba way geeriyoodeen weliba hooyaday mar dhow way dhimatay intaas waxaan isku dayaa bil walba wax inaan bixiyo ama cunto ama wax maadaama iyaga ayna dhulka korkiisa ayna joogin qofka ugu yara wax bixiyaagna ahay soomaalida aaday u jecel yihiin inay sadaqa waalidiintooda u baxsadaan marka mashruucan wuxuu fursad kuu siinayaa lacag yar oo maalintii $100 si kastay ku baxdaan bishii $15 waa lacag aada u yar laakiin marka lagu shaqeeya marka intaasoo $15 laisu geeya oo lagu shaqeeya oo lacagtii kasoo baxday naf lagu badbaadiyay soomaaliya lacagta lagu bixiyo oo gaalo ku bixiso ay dhahaan waxbarashii caafimaad aan ku bixin figaris khayaali ah waay literacy ratekana meel hoosuu marayaa ilmaha out of school wax yaraa iskool ku jira leannoo lacagtaas adiga malihid ownershipkeedana malihid waa mashaariic laakiin $100 adiga aada leedahay waxaa dhici kartaa wax badan in lagu soo saaro waxaa la dhahaa soomaaliya waa meelaha ugu badan caalamka oo hooyo ay u geeriyooto wax la xiriira dhalisto gaalo waxay ku dhahaan intaas bilyanaa caafimaadka ku bixinay waa ay wax u tari la waxaan aaminsanahay sadaqa jaariyada kobciye oo dadka waalidiintooda u baxsadaan 10 sano gudaheeda wax isbedel inay keenaysa leannoo marka hore niyad fiicana lagu bixiyey waxaa jira ownership anaa iska leh buddhigihiyaa joogo dadkiisii iyo dalkiisii inuu wax ugu qabtuu rabaa waalidkiisii dhintayna inuu wuxuu rabaa sadaqa u noqoto jiilka idinka iyo ilmaha dal doontaan anaga hadda dad waayeel oo benshan ahaan u badannahay anaaba u weyna umalee dadka meesha fadhiya laakiin waayeelaan u badannahay marka generationka soo kici doono idinka iyo ilmihiin iyo ilmaha ay dhali doonaan waa in mustaqbal loo helaa mustaqbalka marka laga fakarayana planningka ma aha planning marka la sameynayo 30 sano 50 sano la sameeya tii ilaahay waa gooni laakiin qorshe gaagaaban oo 3 sano iyo 5 sano iyo caalamka meel kuma gaaro qorshe dheer in la dejiyo oo loo arko wiilkaaga dugsi sare markuu gaaro iskoolaadkii kobciyay ay dhistay inuu wax ka faa'iideysan doono abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada